افتتاح المنطقة الخضراء كاد أن يكون الخبر الأكثر انتشارا في بغداد نهار الاثنين، لولا اكتشاف البغداديين لاحقا أنه افتتاح شارع باتجاه واحد، إذ افتتح مساء الأحد الطريق الرابط بين مطار المثنى والجسر المعلق ومنطقة البياع، وظهر العبادي ليشرف بنفسه على الافتتاح ملوحا للمارة وركاب السيارات كما نقلت الفضائية الرسمية. وبدلا من أن تضيع العجلات نحو ساعة إلى ساعتين في الزحام للوصول إلى الكرادة والمناطق المحيطة بها، صار بإمكانها اجتياز المنطقة المحصنة أمنيا والتي بقيت مغلقة على مدى سنوات من تعاقب حكومات مختلفة بعد 2003. الزحامات تخف، عمود شوارعنا وعمود الأمان وعمود الشعب العراقي حاليا متأذي. احنا نوبات نفوت بطريق نروح نرجع مرة اللخ نلقى الطريق مقطوع بصبات، يعني هذا يأثر علينا وعلى شغلنا ويعني على التزاماتنا كلها تأثر علينا. احنا كيف نريد من الحكومة يعني تفتح لنا بعض طرق اكثر. الزحامات المرورية واحدة من الأزمات الكثيرة التي ضاعفت العناء العراقي، من تفشي الفساد وتراجع التعليم والصحة وتدهور البنى التحتية والطاقة الكهربائية وغياب مشروع مترو بغداد، حيث تشهد مناطق حيوية قطع الشوارع بأرتال أمنية وحواجز كونكريتية بينها الطريق العكسي للجسر المعلق والبياع. الناس اللي يريد يروح الكرادة من العلاوي كبر الكرادة، من المنصور الكرادة، من بيع الكرادة، أفضل ما يجي للعلاوي ويجي للباب الشرجي. هي منطقة للمسؤولين، هذا ما تعرف على تسمية المنطقة الخضراء، والمواطن ظل يجهل ما يدور هناك من شؤون للسياسة وإدارة البلد إلا عبر ما يسمح بتسربه عبر وسائل الإعلام. وهكذا يأتي الترحيب بالقرار مرتبطا بغضب لازم ذكر هذا الجانب من العاصمة بغداد، وبشكوك من إعادة الإغلاق بعد انتهاء صخب الإعلام بشأنها. المواطن ما عنده أي فائدة بفتح منطقة الخضراء، لأن فقط هي مخصصة للمسؤولين. محاط لي 100 واحد حماية يسلم 40-50 مليون على شنو اللي مقدمه؟ هو دا يبوقني، شلون انطي 40-50 مليون؟ صنعت المنطقة الخضراء علامة لدى البغداديين على فريق طبقي غالبا يدينون من خلاله الهوة بين الامتيازات العالية لسكانها وفقدان مقومات الحياة للأكثرية التي تعيش خارجها. فتحوا لهم جم شارع دا يضحكون على الناس، هذا مو حل، هذا احنا نريد حل يعني جذري. السيد العبادي لما يقول إصلاحات، العبادي يروح يقيل وزير البيئة، وزير البيئة شنو علاقته بالكهرباء؟ فرق كل الشاسع بيننا وبينهم، هم عايشين غير حياة، احنا غير حياة، يعني جماهير تريد إصلاح، تريد تغيير، هو يروح يفتح شوارع. المنطقة التي بقيت مغلقة طوال السنين أمام مواطنيها والمحاصنة أمنيا تفتح لأول مرة بوجه المارة، عسى أن يسهم هذا بتقليص الفجوة التي أخذت بالاتساع في عراق ما بعد 2003 بين المواطن والمسؤول. صبرين كاظم، الحرة، بغداد.